ايه؟ هنتكلم في الفلك؟ ازيكي منى؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. حلو؟ كله حلو. احنا عندنا موضوع جامد النهارده. بتفهمي في الابراج والفلك وكده؟ طيب لو هقول لك على برج الدلو ايه رايك فيه؟ رجاله ولا ستات؟ الاثنين. لا الرجاله مش احسن حاجه. انا شفته اللي شفته زي الرب بصراحه فما اقدرش. طب الستات؟ لا الستات ما تعملش مع حد دلو خالص. انا هتتعاملي معايا النهارده. طب حلو حلوه. ايوه. طيب برج السرطان برضه رجاله ولا ستات؟ رجاله. السرطان يعني بحس ان هم بيحبوا مامتهم قوي زياده عن اللزوم. يعني هو عارف انت بيبان ان هو بيحب كل الناس بس هو في الاصل بيحب مامته بس. اوكي. ولو الستات؟ لا برضه نفس النظام برضه ماما. بس احنا نعرف واحده سرطان عادي يعني. انا عارف كذا سرطان. ما هو مش بيبان عليهم بس انت فاهمه هو ماما وبعد كده نحرك العالم كله. بصي طلعت شكلها فهمان يعني. ايوه. بصي احنا كنا عملنا فيكي مكيده. أوكي. بس لسه ما هو لسه في جزء تاني. بتفهمي في العربيات؟ بتحبي العربيات؟ لا خالص ما بفهمش فيهم خالص. لا يبقى هي عادي. طب ثانية كورة؟ برضو لا ما بفهمش فيها. طب ايه؟ في حاجات كتير جدا. الميك اب ماشي اوكي. يعني ايه كونسيلر؟ ده اللي بيتحط تحت العين عشان يخفي العيوب. الهالات السوداء بالظبط كده. العين من الكسر. على فكرة معلومة يعني انت عديتي في الاختبار عشان ده يعني انت عملة نادرة. ليه بقى؟ عشان احنا اصلا موضوعنا اللي احنا فاتحينه اللي هو احنا كل الناس ما فيش حد ما بيقولش ما اعرفش. أوكي. لازم اي حاجه نسال فيها الناس تبقى عارفه لازم فيها. كل حاجه. فهو ده كان اصلا الموضوع عشان كده قلنا هنسالك في الفلك اللي هو يعني اي حاجه في العربيات. كل قلت ما اعرفش يعني. انت كنت واضحه. في ناس تقول لك طبعا وقولي النهارده ماتش ليفربول او ايه عارفه او كده وفهم يعني. بالظبط. بس انت جميله والله وبتقولي يعني انت فعلا لو حد وقفك في الشارع عايز اروح الحته الفلانيه. لا لو ما اعرفش بقول له ما اعرفش بصراحه. ما بتفتحيش دغري؟ ما لا لاني بتسوح كتير لما بسال الناس فمش بحب اعمل كده في حد بصراحه. طب حد سوحك قبل كده؟ كتير. قالت لك بتسوح كتير. ادينا مثال بايه مثلا؟ لا كتير. ما هو دي حاجه بتسوح في الطرق ولا في الطرق. ده الكلام بقى الاسوء من ان انت تسالي حد الجي بي اس. يا لا هي كانت قاعده معانا. الجي بي اس ده ابشع حاجه موجوده في مصر بجد. الجي بي اس ده اكبر كذاب في الدنيا. بالظبط. ده اكتر حاجه ما بتعرفش اللي هو فاهم. انت فوتت الدخله طب لف بقى قدام 2 كيلو كده وبعد كده ارجع هتنزل من القناه فاهم. ما انت ما بتلاقيش الدخله ولا اللي قدام 2 كيلو. بالزبط. ما بتلاقيهمش اللي هو عارف انت انزل معاك عوام انزل من النيل وارجع تاني. عوم عوم ورينا مهمتك. لو يوريكي اقرب عوامه فين يعني هو هيقول لك ايام اللي عليه. طيب وبتتعاملي ازاي لو حسيتي اللي قدامك بيفتي؟ بتقولي له انت فتاي وكذاب وهراي ولا لا بحاول دي على قد عقلي؟ ما هو بحاول اللي هو فاهمه ماشي حاضر اوكي طيب لحد ما يخلص كلام بصراحه. اوكي. مش هتحرجيه يعني؟ لا لا اصل جميله لما تحرجي الشخص. اصل لو احرجته فاهمني هيفضل. لا ولما بتحرج حد بيفضل برضه يفتي اكتر وبيحاول اللي هو يدافع اكتر عن وجهه نظره. فاللي هو طيب بجد اوكي ماشي حاضر سلام بس كده. اوكي. يعني بس مش زي حالاتي يعني. اصل انا لما حد بيبقى بلاقي فيه بوادر فتي بديله. ما هو بيكملوا. ايوه ما عشان ما دي المصيبه اللي هم حتى لو قلت لهم ستوب انت بتكذب بيكملوا اكتر. دي حلاوتها عشان هو من كتر ما هيقعد يروح 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 هيبتدي يتلخبط وينسى هو كان قال ايه في الاساس. لا انا بريح دماغي بصراحه. أوكي. انا بس تسليه حلوه برضه. هي جميله شكلها مسالمه اللي هو ما بعرفش هقول ما بعرفش ما اللي بيفتي اللي هو خلص. برج ايه؟ ميزان. ميزان. انت بقى هتعملي انت بقى هنا هتفتي انت بقى. رجاله ولا ستات؟ لا لبادي قوي في نفسي. رجاله ولا ستات؟ لا هو برج حلو جدا على فكره في الرجاله وفي الستات. لا اصل انا قابلت ناس كتير ميزان يعني هم خطار هم عقل دبلوماسيه روقان ليهم صفات كده. طب بتعرفي ازاي اللي قدامك ده فتاي وهراي او بيقول كلام مش صح؟ تلاقي دايما مواصفات كده. لا بصي دايما تلاقي صوته عالي ومش بيدي فرصه لحد تاني يتكلم. وانتي وانا برضه مش بدي حد فرصه يتكلم خالص. ما شاء الله. اوكي. ما هو الصوت العالي اللي هو ما فيش فرصه اللي هو انا صح وخلاص. نقوم احنا. طب اسمع احنا المفروض نقدم استقالتنا على الهواء دلوقتي. اوكي. وطب يعني قبل كده حد كنت ترتبطي بيه واكتشفتي انه فتاي؟ ده كتير طبعا. ده كتير طبعا. انا اسئلتي في الجون النهارده. لا وانا عاجبني فيها ان ما شاء الله ايه صريحه قوي مدافع على طول. 1 2 3 لا ده كتير.
هو بعيدا يعني ان احنا مش عايزين نقول ان الرجاله كلهم بيبقوا بيكذبوا في الاول وبيحوروا. لا ليه هنضرب؟ استني بس انت بقى اركني انت بقى تاخدي الشاليمو ده اشربي. قال لك الرجاله كلها ايوه اتفضلي حضرتك تاني بقى ايدي. لا ما اقدرش خلاص ما اقدرش. بس هم فيهم حته كده طبيعي. وانتوا فيكم حتتين. لا هقول لك ليه. الراجل بيحب يعمل لنفسه. لا هو انا بعرف اطير وانا جناحات ومش عارف ايه. انا قلت لك ايه؟ اكن منى دي مولوده معايا في نفس اليوم. انت هتهري وانا لسه والله متعرفه عليها دلوقتي. انت هتهري. لا لو ايوه عايز تروحي حفله تامر محمد بقول لك ايه تذكرتين. وممكن ما يكونش بيكلم محمد اصلا ما فيش حد على التليفون فاهمه. شفت ولا كنت قاعده معاها ولا هي قاعده معايا وقالت نفس الكلام. وهم ما بيفتوش انتوا بتنتقبوا الفتاة ده فتره الخطوبه دي اللي هي بتاعت عايزه تاكلي. بص انا بابا معودني على سوشي ما اقدرش. انا باكل اي حاجه بره ممكن اتعب جامد. بس ثاني خروجه بناكله هو شخصيا. طبعا مليون في المية. وساعات بتبقى من اول خروجه مش من ثاني خروجه اللي هو انا جعانه على فكره لو ما اكلتنيش طلقني. لا انا يا جماعه حاسه ان منى احنا ممكن نبقى اصحاب طبعا شوف يعني بجد فينا كتير من بعض ونفس التراك. اهو منى اطلع منها. خليك انت اصحاب. اطلع منها. اصل انا صوتي عالي قوي. طيب بما اننا برضو برنامجنا اسمه عيش سعيد وده أوكي. سؤال كده بيبقى اجباري لاي حد يقعد على الكرسي بتاعك ده بنقوله له. تمام. ايه اكتر حاجه بتخليكي سعيده ومبسوطه؟ اكتر حاجه لا انا بقى اللي هو شايفه ان حد عشان يبقى سعيد ومبسوط يكون بيحب نفسه اكتر حاجه. اوكي. اكتر من الناس كلها. لان انا ما حبيتش نفسي بالطريقه الكافيه محدش هيجي يحبني. الناس مش هتبقى شايفه لي قيمه. يا جماعه البنت دي لازم كل المشاهدين يسقفوا لها. الله العظيم ايه يا بنت ده؟ مبسوطه انت عشان إيه كل الكلام ده؟ جاي سكتك انت. عميقه قوي يا جماعه. ما حدش سقف لها. اقول برافو بس خلاص. فظيعه والله. ردودها اون بوينت اكنها محضره. عارف الاحساس ده؟ مذاكره. منى بشكرك فعلا انت جميله واتنبأ لك بمستقبل باهر بما انك بتقولي لسه فريش جراد. فربنا يا رب يكرمك يا بنتي يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا جدا.